10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات المنتخب الجزائري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025. ولكن قبل ما نعرف تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصل ثلاث نقاط مهمين. نتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم المنتخب الجزائري أمام منتخب ليبيريا ضمن مباريات الجولة الثانية وتصفيات كأس أمم إفريقيا. المباراة على ملعب مجمع صامويل كانيوندو الرياضي، القناة الناقلة بين سبورت 4 والمعلق حفيظ دراجي. وانتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. توقيت المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والخامسة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. يذكر بأن المنتخب الجزائري يحتل صدارة الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بينما منتخب ليبيريا يأتي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وذلك في المجموعة إي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. توقعاتكم معنا في التعليقات من يكون الفائز في هذه المباراة ويحصد ثلاث نقاط مهمين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.